بالنسبة للقضايا المدنية تم الفصل فيه 222 قضية من أصل 288 بنسبة الفصل 77%. بالنسبة للقضايا الجزائية تم تسجيل 2207 قضية والباقية 360، وتم الفصل فيه 2403 قضية من أصل 2569، أي بنسبة الفصل بنسبة 93%. إن شساعة دائرة اختصاص مجلس قضاء طمل راصد المتاخمة للحدود جعلتها وسيلة لتهريب الوقود والمواد الغذائية الأساسية المدعمة والنحاس الذي يتم جمعه بعد القيام بأعمال تخريبية للممتلكات الوطنية وتهريبه لاستغلاله في أعمال تخريبية، كما أن عصابات التهريب أخذت منحنى آخر وذلك بتخزين المواد الغذائية والوقود من أجل بيعه للجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل على استخراج الذهب بطريقة غير شرعية لتهريبه خارج الوطن.